محافظه الجيزه يا جماعه عندنا لو احمد راشد محافظ الجيزه واحد من الساده المحافظين اللي هم يعني نشيطين جدا ان شاء الله عليه. اللواء احمد راشد دايما عنده تداوف شارع ومتواجد ليل بنهار. عندنا اللواء احمد راشد اصر وشدد على طلعه الماروطيه. فيها ايه طلعه الماروطيه؟ طلعه الماروطيه من بعض الايام القليله البسيطه الايام اللي فاتت كان عندنا حادث سياره، واحد ماشي بالعربيه ومعاه بنته في عز سرعته وقع من على طلعه الماروطيه، وقبليها قبل كده عربيه ميكروباص، يعني تكاثرت بعض الحوادث في طلعه الماروطيه، كترت بقت كتير قوي، فبدا الجهات الامنيه تركز في هذا الامر وتتعاون مع محافظه الجيزه والموارد المائيه، الثلاثه عملوا مع بعض خطه كبيره ان ازاي يقضوا على الحوادث في طلعه الماروطيه. ازاي يبتدوا يطوروا يعملوا ممشى محترم، يعملوا سور كويس طلعه الماروطيه. هنشوف حضراتكم بالصور دلوقتي وانا بكلمكم ان الكلام ده موجود بالفعل وبيشرف عليه اللواء احمد راشد محافظ الجيزه، وكمان الدكتور المحترم فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينه ابو النمرس بيقوم بمجهود على اعلى مستوى في المكان ده، ليل نهار بيشتغلوا بسرعه البرق، وفعلا ده كان لازم وكان مطلوب من زمان يا غاده.